حضرتك كل حاجة زي ما طلبت بالظبط. متأكدة، والعدد كمان مظبوط، والنسخ كمان مظبوطة. لا ده انت ممكن تلاقيها اكتر كمان كادو من عندنا. نعم؟ لا يا فندم، دي بقى لازم ارجع للمدير فيها. نص ساعة واكلم حضرتك ان شاء الله. شكرا. الراجل بتاع الحسابات ده راجل نيلة قوي، يعني هو ليه كل ما بيبص لي يسبل ويفتح لي القميص بتاعه ويوريني شعر صدره؟ ايه القرف ده؟ بصراحة يا عسل، انت اللي يشوفك لازم يسبل ويفتح القميص بتاعه ويوريني شعر صدره. ايوه. ناديه، ناديه جت، ناديه حبيبتي، تعالي. برافو عليك، جدعه جدعه يا حبيبتي انك جيتي. لو ما كنتيش جيتي كنت انا اللي حاجه اخد. انا قلت اجي بقى خلاص، كان لازم اقطع الاجازه، ملهاش لازم، خفت المدير يرفضني. ما هو اكيد عارف ان جوازتي باظت. طب وايه يعني؟ احنا كده بقينا مثلث الرعب، ثلاث مطلقات يسدوا عين الشمس. لا ما تفوليش على نفسك، احنا ما صدقنا اتجوزتي وعايزينك تعمري. وحياتك من ساعتها واحنا تليفونات تشاتنج، مش جعانين؟ مش عايزين تفطروا؟ تيجي ناكل بيض بالبلوبيف؟ ماليش نفس والله. ليه بيض عيون بالبلوبيف؟ يا بنت التليفون بيرن، روحي. يا لهوي، بيض عيون بالبلوبيف هيبقى جامد جدا. الو. يا فندم جت. حاضر حاضر يا فندم. الاستباحة يا عسل، المدير عايزك. طب الفطار بقى، وكتري بولوبيف. حاضر. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تيجي تسهري معايا النهارده في البيت شويه كده؟ كان عندك حق. كان عندي حق في ايه؟ ما كنت بتقولي قد ايه انتي تعبانه ونظرات الناس بتوجعك، وافتكرك بتبالغي. دلوقتي بس عرفت ان كان عندك حق. بصي يا ناديه، احسن حاجه عملتيها يا حبيبتي انك نزلتي وجيتي هنا، ما استسلمتيش. انا عايزاكي تسمعي كلامي، انا اكبر منك وخبره عنك يا ستي في موضوع الطلاق ده. انا مش عايزاكي تعملي حساب لاي حد، اعملي حساب لنفسك بس. اعتبري انك كنتي في امتحان وسقطتي فيه، او وقعتي جوه حفره، واللي يمدلك ايده عشان ياخدك هو ده بس اللي تعملي حساب. وبعدين يا حبيبتي، ربنا اللي بعتلك سامي يقدر يبعتلك واحد أحسن منه. بس أنا مش عايزة غير سامي، أنا بحب سامي. متأكدة يا نادية إنك بتحبيه بجد؟ بحبه قوي، ومش هستريح غير لما يعرف إني بحبه بجد. بعد كده هو حر يعمل اللي هو عايزه. طب وليه وجع القلب يا حبيبتي؟ عشان نادية، عشاني أنا، عشان نفسي، عشان أحس إني أستحق فرصة تانية. تستحقيها، ما تخافيش، إن شاء الله يرجع لك. إيه اللي جابك يا ماما؟ ربنا أحمدك وأشكرك يا رب إن أنا جيت في الوقت المناسب. أنا عارفة، أنا عارفة البنت دي تلعب عليك. معلش يا حبيبي، انت شاب والشباب طيش. استغفر ربك، استغفر ربك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ربنا بيسامح. يلا يلا تعالى معايا. في ايه يا بابا؟ انا شفت كل حاجه. شفت ايه حضرتك؟ اسكتي خالص، امشي من قدامي. امشي منين؟ انا شريكه هنا في المكتب. ما انا عارفاكي، انا عارفاكي وعارفه على عينك، طالعه لامك. مش ماما ولا كلمه زياده. انت بتزعلي عشان دي؟ اللي انت بتقوليه ده عيب وما ينفعش يتقال اصلا. وبعدين ده مكان شغلي، لو حد جه من العملاء دلوقتي وشاف اللي بيحصل هتبقى كارثه. انا خايفه عليك. وانا مش صغير وعارف انا بعمل ايه، ومش عايز حد يخاف عليا. ماما انت شرفتي ونورتي، من فضلك اتفضلي على البيت، وانا لما ارجع هنتكلم سوا. ماشي يا عماد.
أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما كانش المفروض تبقى. خلاص. ولا من فضلك سيبيني شوية. متستغربش، أنا عرفت إنك هنا، كنت عايزة أتكلم معاك، أنا مش هاخد من وقتك أكتر من 10 دقايق صدق. بصراحة أنا مش عارفة أبتدي كلامي منين. سهلة، ابتدي من ساعة ما قررت إنك تاخدي عماد كوبري. ايه رايك ابتدي من زمان شويه؟ ساعة ما ابويا قرر يسيبنا ويسيب البيت ويمشي. من وانا عندي 5 سنين. تخيل انا فاكره كل حاجه كويس قوي زي ما تكون امبارح. فاكره شكلهم. فاكره خناقتهم. فاكره صوتهم. هي كانت بتقول عليه بخيل، وهو كان بيقول عليها ايديها مخرومه، وانا كنت واقفه اسمع واعيط. خرج وما رجعش تاني. ومن ساعتها كل حاجه في الدنيا بقت صعبه قوي. ريالت المدرسه القديمه اللي ما بتتغيرش، الجزمة اللي كنت بخيطها أول كل شهر عشان ما أقدرش أجيب واحدة تانية، مصروفي اللي كان أقل من أي حد من زمايلي، وأبويا، أبويا اللي عمره ما جه ولا عمره سأل عليا. ودي إيه بقى؟ كدبة جديدة؟ بالعكس، دي الحقيقة اللي أنا كنت مخبيها عليك، ما كنتش عايزاك تعرفها أبدا. سامي، انت عمرك ما هتقدر تحس بحد غير لو كنت فعلا مكانه. طيب ما تحطي نفسك انت مكاني كده. حبيتك وامنتلك وكان عندي استعداد اعمل اي حاجه علشان اتجوزك. اهلي كانوا خايفين من وضع عيلتك، واتضح ان كان عندهم حق، ورغم كده صممت عليكي، واديكي شايفه النهايه. طب ايه رايك نبتدي من اول وجديد؟ كأننا لسه بنعرف بعض. وتفتكري إنك هتقدري تخليني أرجع أثق فيكي تاني؟ آه هقدر. مستحيل. ليه مستحيل يا سامي؟ ليه مستحيل؟ ربنا بيدي البني آدمين فرصة تانية، مهما كانت أغلاطهم بيديهم الحق في الحياة. أنت عارفة إيه المشكلة؟ المشكلة إن كل ما هفتكر اللي حصل هحس إني كنت عبيط وإنك ضحكت عليا. حتى لو عشنا سوا، كل ما اشوفك هقول يا ترى بتدبر لي ايه. طول الوقت هفضل حاسس ان انا مخدوع. هي دي المشكله يا ناديه صدقيني. بعد اذنك.